السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع ليسون 10 وفي سلسلة تي أي إيه بورتال فيرجن 15، ومع التعديل في المشروع اللي هو الخاص بالستارت ستوب. وهنستخدم في جديد هنا في إن إحنا هنستخدم اكسترنال بوش بوتون للستارت وستوب بدل من الاوبريتور بوش بوتون. طبعا هيبقى الفرق بين الاثنين بمنتهى السهوله هو ان انا هضيف ديجيتال انبوت وهستخدم اكسترنال بوش بوتون موجود في الموقع، اشغل منه ادوس على ستارت على البوش بوتون بتاع الستارت وبتاع الستوب. انا هاخد نفس المشروع اللي احنا عملناه مشروع في ليسون 9 وسميته اكسترنال بوش بوتون، وكل اللي ما علينا ان احنا هنفتح البرنامج وهنضيف وحده ديجيتال انبوت وهنعدل في الانبوتس اللي هي بتشتغل، بدل ما هي انبوتس عن طريق الماركر هتبقى انبوتس عن طريق الديجيتال انبوت. فبفتح البرنامج هنا عندي تاني وبدوس على بروجكت فيو عشان يخش على البرنامج، وهحتفظ بالشجره. طبعا عندي هي اللي هي شجره البي ال سي وشجره الشاشات. كل ما هنالك ان انا الاول هعدل في التاجات بتاعتي بنفس السيكونس اللي احنا عملناه، ان انا في البي ال سي ده هعدل في التاجات اللي موجوده، الاول تاجات البي ال سي وبعدين بارلل معاها تاجات الاتش ام اي، هعدل فيهم من الميموري الى الانبوتس. فبروح على الشو اول تاجز هنا وبعدل في الستارت، هو برضو ستارت وستوب وستارت والموتور هو، لكن كل ما هنالك ان انا هغير هنا على الميموري بتاعتي، بدل ما هي من النوع ام 00 وام 01 هاخدها من النوع اي 00 والاي 01. الاي دي هنا طبعا ده بيبقى خاص بالديجيتال انبوت. كده عدلت انا من الانبوتس بتاعي بدل ما هي انبوتس داخليه الى انبوتس عن طريق الديجيتال انبوت عن طريق اضافه وحده ادخال. كده انا عملت ده بالنسبه للتاجات بتاعت السوفت وير. اخش شو التاج نفس الكلام بتاع الميموري، وهعدل هنا برضو في نوعيه الانبوتس بتاعتي من ام 00 اللي هي بتاعت الستوب اخليها اي 00، و الام 01 الى الاي 01. طبعا انا هحاول اختصر شويه عشان خاطر احنا طبعا قطعنا شوط في هذا الجزء. كده انا ضفت عدلت هنا بالنسبه للتاجات. بخش على البرنامج بسرعه برضو بالتوازي زي ما اتفقنا على البلوكات والمين بروجرام بتاعنا اهو. كل ما هنالك ان انا هعدل في البرنامج نفسه بتاع اللادر دايجرام، بدل ما بنادي على الميموري هنا بتاع الستوب هقول بدل ان اهو، يبقى هخلي الستوب بتاعتي اصبحت هي الجديده بقت اي اهي. انا كده خلاص مش محتاج ان انا اعدل، لان هو كده واخد، هو عدلها على طول، خدها من 00 خدها الى خدها للايز. طيب كده انا خلاص كده عدلت بالنسبه للميموري بالنسبه للسوفت وير. طيب فاضل بنا ان انا اضيف من الهاردوير، اضيف وحده ديجيتال انبوت وتبقى الادرس بتاعها اللي هو الادرس زيرو. فاشوف هنا اشوف انا طبعا بضيف ازاي الوحدات، نرجع تاني مع بعض من حكايه الايه الديفايسز نتورك. هنا لو انا بصيت عليها اللي هي الهاردوير اللي عندي، انا ضفت كنترولر بس وشاشه، ادي الكنترولر بتاعي. ولو حبيت ازوم عليه زي ما اتفقت من هنا من الايقونه اللي تحت دي اخليها 200 اخليها 300 حتى عشان ابقى شايف، او 400 انا شايف هنا هي دي الكنترولر بس اللي موجود معايا. لو حبيت ان انا اضيف في هضيف بقى وحده ديجيتال انبوت جديده
فاروح لاد نيو ديفايسز وهستخدم السيريز برضو هنا كنترولر عشان خاطر يجيب لي، وهختار ال 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 الاس 7300 اللي عندي، هختار السيريس بتاعتي اللي هي بتاعت الديجيتال انبوت اللي هي بتاعت الايه الديجيتال انبوت. لو انا عملت دبل كليك ده، لو انا عملت دبل كليك هنا على الكنترولر ده هيظهر لي جوه الراك بتاعي انا مش ضايف غير الكنترولر بس. فطبعا اكن ان انا هبدا طبعا اجيب كنترولر فيزيكالي من السوق اللي هو نفس الكنترولر اللي موجود اللي شفنا البروبرتيز بتاعته ده، انا هشتريه اعمل له طلب شيره وهشتريه. وطبعا لو هو لو اللي شغال لو اللي بيتفرجوا على البرنامج ده من طلبه الهندسه او سواء من المهندسين اللي لسه في الصناعيين، بيبدا يعمل طلب شيره وبيجيب الكنترولر دون بدلاله البارت نمبر اللي احنا قلنا عليه بتاع الكنترولر، وقلنا ازاي من عن طريق البروبارتيز بتاعته اقدر ان انا اقدر اعرف المواصفات بتاعه الكنترولر دون. واشوف اجيب زيه بدلاله المانيفاكشر نيم وبدلاله البارت نمبر. طيب احنا بعد كده خلاص جبت انا الكنترولر، هعمل طلب شيره طبعا بكنترولر، وطبعا الكنترولر ده هيحتاج باور سبلاي، هيحتاج تغذيه، مش هينفع ان انا احط راك هنا وابدا الراك ده كله لازم هيتغذى بباور سبلاي لان ده عباره عن راك. الراك ده بيبقى زي شغل الكهرباء بالظبط، اللي في المصانع وبدا يتعامل مع الكهرباء يعرف ان في محطات الكهرباء بيبقى فيها باص اللي هو بيسموه مثلا الام سي سي. الام سي سي ده بيبقى فيها باور باس، بيبقى فيها باور باس ال 400 بالنسبه لللو فولتج اللي هم ال 400 فولت، بيبقى داخل في باسبار طولي، وبعدين الباسبار طولي ده بيغذي ال 400 زي بالظبط الصاعد والمستعرض بالنسبه للعماير، برضو بالنسبه للمصانع في اي محطه بيبقى فيه صاعد ومستعرض. الصاعد اللي هو بياخد من سكينه رئيسيه لدخل الام سي سي اللي هم ال 400 كيلو ال 400 فولت سوري، ويبقى في باص باور مستعرض بيعبر عن الثري فيز والنيوترال. وابدا بقى عن طريق الراكات دي كلها بتاخد من ال 400 بصوره مستعرضه بنفس الصوره برضو هي الترانسليشن بتاعها في الاوتوميشن. بيبقى عندنا الراك ده كله، الراك ده ليه داتا باص هنا، الباص ده كله بياخد الداتا ويعمل سند وريسيف، وبياخد السبلاي بتاعته برضو من باور سبلاي هنا اهو، انا حاجز مكانه وابدا احط اعمل من على اليمين من مكان ده هنا اهو، بعمل بي اس اللي هو باور سبلاي، ابدا اضيف الباور سبلاي بتاعي اللي انا هعمل له طلب شيره. طبعا وانا بعمل طلب شيره هشتري الباور سبلاي، وهو ده البارت نمبر بتاعه اللي انا بعمل بيه طلب الشيره. مجرد ما كلكت عليه راح رايح راكب لي في السلوت رقم واحد. كده انا ضفت باور سبلاي، اكن طبعا الكلام ده احنا بنتعامل في الدرس ده اكني بتعامل مع فيزيكالي كنترولر، فيزيكالي كنترولر يعني كنترولر عايز اعمل المشروع ده بوحدات انبوتس حقيقيه من بره، فبجيب الباور سبلاي بعمل طلب شيره الباور سبلاي والكنترولر، وهضيف بعد كده في السلوت رقم 4 بضيف وحده ديجيتال انبوت. فانا اكني برضو عملت طلب شيرة بديجيتال انبوت اهي، دي اي اهي بكلك عليها وبختار دي اي اول واحده اللي هي دي اي 16 تغذيه 24 فولت، واختار مثلا اول واحده 16 ده يعني 16 شانل يعني 16 حاله من حالات اللوجيك. مجرد ما بكلك عليه هو ده اللي انا هجيبه وده اللي انا هعمل بيه طلب شيرة، هيقوم ناطط على طول في السلوت رقم 4 في الراك رقم 0. لو انا عملت زوم عليه شويه كده برضو لهذا الوضع ابدا اشوف. شفت طبعا مهم جدا ان انا برضو زي ما اتفقنا اتعامل بقى مع الاحترافيه هنا، يبقى انا عارف. شفت بيجي يقول لك انا عايز اعمل الزوم، زوم في انا بتعلم الدرس الزوم ده جاب ازاي ده، يبقى لازم انا عارف
ان انا اوسع، ازاي اوسع الحاجه بتاعتي واعمل زوم عليها بصوره احترافيه. يبقى انا طبعا الزوم اهو موجود تحت اهو، بس انا ازيح باليمين ده كده عشان يبان لي الزوم اهو بسهوله، واعمل الزوم هنا من اللي هو الزوم مثلا 200، الاقيه ظاهر معايا اهو، وراح هو حاجز لي. بص لو انا طبعا عملت تاج نيم اهو، عمل لي الاي 00 اهو فعلا في الـ الـ دي واخده الادرس 0 وده بايت، دول 8 بت من 0 من اي 00 لاي 07 8 بت. وفي الثمانيه التانيين احنا قلنا دول بيشيل 16، وانا عملت طلب شراء على اساس ان هو الوحده دي تشيل 16. طيب وبقيه الاشارات اللي تشانلات انا استخدمها من بايت اي 1 0 الى اي 1 7. طبعا انا مش هستهلك منه في المشروع بتاع النهارده او في الحلقه بتاعت النهارده غير هما الاثنين دول بتوع الستوب وبتوع الستارت. فانا كده ضفت اهو باور سبلاي وضفت. يبقى انا عشان اعمل المشروع ده بمنتهى السهوله بصوره فيزيكالي في مثلا مشروع تدريب في الكليه، طبعا خلاص هو كده واضح ان انا هعمل بيه طلب شيرة بباور سبلاي وبكنترولر وبديجيتال بوحده ديجيتال انبوت. بس طيب بعد كده انا ما عملت ايه؟ انا ضفت، انا رحت غيرت في البرنامج وضفت الهاردوير اللازم. ايه اللي فاضل بقى؟ حد يقول لي ايه اللي فاضل؟ فاضل ان انا اروح اعدل في الشاشات، ان انا اروح اعدل في الشاشات. طيب هنا احنا في نخش على شاشات تاني، الشاشات بتاعتي رحنا على السكرينز على التاج الاول، احنا رجعنا على التاج، نرجع على التاج تاني شو التاجز بالنسبه للشاشات، وقلنا الستارت اتعدلت خلاص ان هي للاي 00 والاي 01 خلصنا منهم. فاضل ان انا اروح على الشاشه نفسها واغير في البرمجه بتاعتها واقول له بدل ما انت تاخد من ميموري خد من الاي 00 والاي 01. طيب اروح بقى للشاشات بسرعه كده، فين الشاشه بتاعتي؟ حد يقول لي الشاشه بتاعتي فين؟ اللي هي السكرين، ومن السكرين اروح للروت سكرين، ومن الروت سكرين اقدر ان انا استخدم اعدل في البروبرتيز اللي احنا استخدمناها. هروح اهو لفوق الشجره اهي ال اتش ام اي في السكرينز بتاعتي قلنا، واروح للروتس اهي الروتس سكرين ده اللي عدلت فيها. وانا هنا السكرول بطلعها فوق، انا عدلت في ايه؟ اول حاجه هل ده انا عدلت في حاجه في الظهور؟ طبعا بالنسبه للظهور انا مش محتاج حاجه، لكن انا اللي عدلت فيه اللي هو الستارت والستوب. يبقى الستارت اهو عندي دخلت كده فيه، و رحت على الابيرنس ولا رحت على الايفنتس؟ رحت على الايفنتس واللي حدث، وقلت له الستارت بتاعتي. طب الستارت بتاعتي هنا واخده منين؟ اللي واخده من خلاص، ما احنا طالما عدلت منها يبقى انا مش محتاج ان انا اروح كده، خلاص كده كل حاجه اتظبطت. ليه؟ لان انا هو هياخد من الستارت اللي متاج، والتاج انا غيرت فيه، يبقى مش محتاج ان انا اعدل في اي حاجه خالص. بس انما اجي اشغل مش هشغل من دول، مش هشغل من الزرارين دول، انا هنا دول خدتهم من التاجات بتاعتي. بس انا ما اجي اشغل هشغل طبعا من الديجيتال انبوت اللي من السوفت وير، واشوف التاثير على الموتور. يبقى كده انا جاهز ان انا اشغل، انا مش محتاج ان انا اعمل حاجه اكتر من كده. اعمل هنا مينمايز زي ما احنا اتفقنا عشان خاطر ارص زي ما اتفقنا بصوره احترافيه الشاشه بتاعتي، ارصها على وسطنها وابقى شايفها قدامي، وابدا اخد البرنامج ده الجزء ده على اليمين وابدا اشوف الجزء بتاع اللوجيك بتاع البرنامج بتاعي على الشمال. طيب اروح كده للجزء بتاع السوفت وير، ادي الجزء بتاع السوفت وير والبروجرام بلوك على طول، والمين بروجرام الاقيها هو ظاهر معايا اهو تمام الحمد لله. ممكن اعمل مينيمايز برضو عشان خاطر مش عايز يبقى البرنامج قدامي ظاهر ما ياخدش مساحه كبيره.
في ان انا اشوف حطيتهم كده جنب بعض قدامي زي الفل، ابدا اعمل داونلود. انا عدلت كده في البرنامج، اسيف طبعا اول حاجه اسيفها في المشروع الجديد، وبعد كده قلنا ايه بنعمل اشغل الكنترولر، الكنترولر بتاعي بالنسبه للسوفت وير في مرحله السوفت وير، وعمل لي هنا ران، وده بالنسبه للسيموليتور بتاع الكنترولر، اكني فعلا شغلت الكنترولر الفيزيكالي. انا رحت مركب الراك، طبعا انا من الناحيه الطبيعيه هقوم حاطط الراك ده على المكان بتاعي في الحيطه وبالمسامير بتاعتها وهركب الراك، وبعدين جبت انا خلاص اشتريت الباور سبلاي بتاعتي، باور سبلاي اهو مركبها على الراك بتاعي، على الراك بتاعي على الشمال الاول باور سبلاي، وابدا اديله التغذيه بتاعته طبعا ال 220، وهو هيبدا يغذي لي ال 24 على الباقي كله، وابدا اركب جنبه بالتدريج بقى كده الكنترولر ووصله معاه، وهنشوف طبعا في الاجزاء القادمه ان شاء الله. وصلت الكنترولر، طبعا انا مش هوصل باور دلوقتي، انا كنت بقول لك يعني ده اللي احنا هنعمله، يبقى الشمال خالص اللي هو الباور سبلاي، وبعدين هركب الكنترولر، وبعدين هركب وحده الديجيتال انبوت، فكله هيبقى كده خلاص واخد من باص واحد. لو وصلت باور للباور سبلاي هيبدا يدي باور للايه للباقي كله، للكنترولر ومن الباص بتاعه ومن وللديجيتال انبوت. ولو انا هستخدم ديجيتال اوتبوت مش هستخدمه دلوقتي. ممكن نتعلم برضو ازاي نضيف ديجيتال اوتبوت، الموضوع بسيط. وهبقى اقدر ان انا كده موصل باور للراك كله، وابدا اوصل بقى البوش بوتوم بتاع، امد كابل ليه من عند المكان بتاع البوش بوتوم بتاع بتاع الستارت وبتاع الستوب، امد كابل لحد للتشانل بتاعت اي 00 وللتشانل بتاع اي 01، وابدا اشوف اللي الدنيا اخبارها ايه. طيب وصلت باور اهو، اول ما وصلت رفعت المفتاح وصلت باور، راح هو موصل ل 220 وطلع ل 24 وغزى الراك كده، ما عملتش اعمل داونلود للبرنامج. طبعا وصلت كابل الام بي اي بين اللابتوب بتاعي اللي هو الانجينيرنج وبين الكنترولر اهو، بين اللابتوب ده هنقول ان هو لابتوب بتاعي اهو، وادي الكنترولر عشان ده كابل الام بي اي، وهنشوف دلوقتي كابل الام بي اي شكله ايه. انا اهو كابل الام بي اي اللي احنا هنوصله اهو، انا حاطه حاط على الديسك توب اهو، بيبقى جاي في كرتونه، بيبقى عباره عن الباكج دون، هو ده الكونفرتر اللي موجود عليه ومكتوب عليه الام بي اي. من ناحيه ادي الكابل بتاعه، من ناحيه اهي يو اس بي، ده بوصله في اللاب بتاعي، ومن ناحيه تانية اللي هو عامل زي كابل البرنتر، كابل البرنترات القديمه بيركب هنا في الجزء ده، ومن الناحيه الثانيه اللي هو المخرج بتاعه اللي بيتوصل بين الجزء دون من الناحيه دي والجزء الثاني اللي هو بيبقى راكب في الكنترولر، هو ده كابل الام بي اي. خلاص بوصل كابل الام بي اي ده، وده برده بنفس الكلام بعمل بيه، طالما هعمل بقى برنامج او كده لازم ان انا اجيبه من السوق، يعني لازم اجيب ليه بارت نمبر بتاعه برده معروف، واخد بالك، وده اللي هجيبه من السوق عشان خاطر ابرمج بيه، ده وسيله البرمجه. كده يبقى انا وصلت الكابل واقدر ان انا اعمل بقى داونلود. طب انا موصل اهو، ابدا اعمل سند هنا، اعبي البرنامج من اللابتوب، املا بيه الميموري اللي هي الاس ام السيم كارد اللي موجوده هنا. انا ما بعملت هنا ستارت سيرش، بيبدا يجيبه لي اهو، يعمل لي سيرش عليه، وقال لي فعلا انا لقيت اهو ام بي اي زي ما اتفقنا، وانت كده جاهز، نشط لي على طول اللود اهو، يعني انا اقدر ان انا ايه اعمل داون لود على الكنترولر، الكنترولر الفيزيكالي. احنا لسه طبعا ما ورناش الدرس ده على الكنترولر وعلى الديجيتال انبوت، لكن ده احنا كده برضو شغالين بالسيموليتور، بالرغم ان احنا اضفنا البرنامج ده كده اصبح برنامج فيزيكالي يشتغل على الكنترولر الفيزيكال. بعمل لود عشان اعمل البرنامج اضيفه على
الكنترولر على الميموري بتاعت الكنترولر، وقال لي انك انت زيرو ايرور زيرو وورنينج، يعني البرنامج بتاعك كده تمام اتحط على الكنترولر. طب حد يقول لي بعد كده ايه المرحله اللي بعد كده سريعا؟ عايزين نشوف ايه؟ عايزين نشوف الاونلاين. الاونلاين طب الاونلاين ده موجود فين؟ تبع بالنسبه لللوجيك، انا شغال في اللوجيك لو الشمال، يبقى اذا في هنا وسيله لاونلاين في الشمال. فين حد يقول لي فين؟ يقول لي ده متداري على اليمين هنا. طب اعمل ايه؟ اوسع كده شويه بس الاول لحد ما تظهر لي النضاره بتاعت الاونلاين. مجرد ان انا اشغل الاونلاين عندي هنا كده ويبدا البرنامج يظهر عندي في الاونلاين، اقدر ان انا بعد كده اشوفه في الاونلاين. اهو انا دوست اهو على اللي انا عملته دلوقتي، لان الناس ما تتخضش، انا كنت معناه لك ان عملت داونلود تو ذا ديفايس، ظهر معايا البرنامج في وضع الاونلاين. احنا كده خلاص، احنا كده قربنا نخلص البرنامج، انا كده وضع الاونلاين. فاضل ان انا مفروض ان انا هبدا اشغل عشان اشوف الموتور هنا شغال منين. طيب بس ان انا لما اجي اعمل فورس هنا، انا هعمل فورس يعني اشغل من البرنامج ده، هعمل الستارت من هنا. يبقى بفتح باليمين كده من هنا اهو، وبقول له موديفاي، وبقول له حولها لي من الزيرو الى الواحد. وشوف يعني ده كده بعمل هنا سيموليشن من هنا، بدل ما انا طبعا اكني ده شغال كده، اكني دوست على البوش بوتون فيزيكالي من الموقع، رحت عند البوش بوتون في الموقع ودوست عليه. ففاضل بس اخر حاجه ان انا ادوس على اكلك على الشاشه عشان اخش برضه في وضع الاونلاين بتاع ايه؟ تمام، في وضع الاونلاين بتاع الشاشه. اكلك كده على الشاشه وادوس على السيموليتور عشان يبدا يشتغل لي وضع الاونلاين بتاع الشاشه. عمل لي كومبايل اهو تاني الشاشه، بيقول لي لا تمام، ده برضو الشغل انت عامله في الشاشه مظبوط، زيرو ايرور زيرو وورنينج. اقوم طبعا كخبره من اللي احنا خدناها وعلمناها لحضراتكم، ان انا بقوم عامل مينيمايز برضو للشاشه هنا على جنب في وضع الاونلاين. كده اصبحت دي كده شاشه وضع الاونلاين، وكده اصبحت سوفت وير في وضع الاونلاين. كده حطيتهم على جنب كده، ده كده اونلاين هنا اونلاين هنا. طيب عايز بقى ابدا اعمل ستارت، طبعا مش هدوس هنا ستارت، هدوس من الايه البوش بوتون بتاعي. طب انا ما عنديش دلوقتي البوش بوتون، مش حاطط بوش بوتون فيزيكالي، اقوم جاي هنا اكني، لان البوش بوتون اللي انا هدوس عليه هو هيجي لي هنا، يقوم رايح على وحده الديجيتال انبوت يعلم عليها، هي الديجيتال انبوت هتقوم رايحه للكنترولر شايفه البرنامج اللي موجود فيه، وتقوم عامله لي فور هنا تحط لي الديجيتال انبوت بواحد. فراح عامل الديجيتال انبوت هنا عملتها بواحد. هنشوف وضع الاونلاين هنا اخباره عامل ايه. ادي وضع طبعا السيموليتور بكلك عليه. طبعا الموضوع ما هوش صعب خالص اطلاقا، يعني كل ما انا عملت مينيمايز للبرنامج الرئيسي عشان خاطر مش كل ما اكلك على السوفت وير يختفي لي يجي لي ورا البرنامج بتاع الاونلاين. فهو رحت مكلك هنا، فتحت انا عندي فتح السيموليتور مفتوح لوحدي، جبت اللوحه بتاعت السيموليتور اهي، دي لوحه السيموليشن اهي، بجيبها تحت اهي. طيب في ايه؟ الاي ادي الوحده الديجيتال انبوت اللي انا شغال عليها. طيب فين انا الاي 00؟ الاي 00 ده كده شغال البرنامج اهو. طيب لو انا دوست على الاي 00 عشان الستوب، هفصل هنا الوضع ده اهو. فعلا مجرد ما عملت بوش بوتون دوست على البوش بوتون بتاع الستوب، راح موقف لي البرنامج. لو انا عايز ادوس تاني ستارت واشيل، دوست اهو ستارت وشلت، فراح عامل لي ده وضع التشغيل. كده يبقى كده اتعلمنا ازاي نضيف الدايره في حاله الستارت ستوب. طبعا لو خرجنا من المواضيع دي كلها وهنستخدم يعني حاجه زياده، لو انا عايز بقى اشوفها فيزيكالي وامد كابل، اضيف وحده ديجيتال اوت وامد كابل من الديجيتال اوتبوت دي لحد الباور بوكس بتاعي، برضو سهله موضوع خالص زي بنفس الطريقه. اروح بس هنا عند الديفايس نتورك، واقوم رايح للشبكه بتاعتي، يبقى وانا بعمل طلب شراء بدل ما هجيب ديجيتال انبوت بس، لا ده انا هجيب ديجيتال اوتبوت كمان، اضيف وحده ديجيتال اوتبوت
اقوم جاي كده في من على اليمين واقوم ايه مختار اقول له زود لي ديجيتال اوتبوت. فين الديجيتال اوتبوت بتاعي؟ ادي الديجيتال اوتبوت بتاعي اهو، ادي الديجيتال اوتبوت اول واحد، دول 8 اوتبوت. مجرد ما اكلك عليه كده على طول سريعا هيقوم رايح لي السلوت اللي بعده. وبكده يبقى خلصنا درس النهارده، ونرجو ل اللي شفنا ان هما ان هو يعمل لايك وسبسكرايب عشان نقدر نكمل لكم ان شاء الله مشاريع اكثر تعقيدا واكثر احترافيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.